عسلامة، أنا سمية حربيبي تونسية، واليوم نحب نوصل صوتي رئيس الجمهورية سي الباجي قايد السبسي. سيدي رئيس، نحبك تغمض عينيك تتخيل سواحلنا المزينة مغمورة في البحر. تخيل الديار اللي في الجنوب هزها رمل، تخيل الفلاحة يستنيه في المطر والمحصول ما غير حتى أمل. تخيل تونسنا العزيزة الخضرة جافة قاحلة وحزينة. صحيح تصويرها هذه توجع القلب، أما تنجم تولي حقيقة في أقل من 100 سنة. أبحاث البنك الدولي تقول اللي منا ل 2050 السخانة تنجم تزيد بدرجتين، مستقبل البحر باش يطلع ب 61 سنتيمتر، والمطر باش تقل بنسبة 15%. منا ل 2050 الناتج الاقتصادي باش يقل ب 4 مليارات دينار، اللي يخلي الفقر والبطالة يزيدوا والأسعار تغلى. الآثار الاقتصادية والاجتماعية اللي نجم يتسبب فيها تغير المناخ كبيرة وموجعة، أما اتحادنا عزيمتنا وقوتنا أكبر برشا. هذيك علاش نتمنى منك اليوم أنك تشارك في مؤتمر باريس للمناخ COP21 وتكون فاعل مع قادة العالم والمؤسسات الدولية باش تخرجوا باتفاقيات عالمية تحافظوا بها على المناخ والبيئة والهواء اللي نتنفسوا فيه. نرجو منك أنك تدعم كل دراسات الباحثين وكل من يحب يقرأ باش يتخصص في المجال هذا. نرجو منك أنك تضمن لنا الشفافية والمصداقية وأفضل الإمكانيات التقنية، ونتمنى أن نستثمر في أحدث التكنولوجيات والأنظمة والتجهيزات، خاطر اللي باش نربحوه من الاستثمار هذا هو أرضنا، بحرنا، صحتنا وحياة أحفادنا نهار آخر. وكما الحكومة اليوم قاعدة تسعى باش تحسن البنية التحتية والاستراتيجيات المعمول بها، كلنا لازمنا نحطوا اليد في اليد، فلاحة ومواطنين، رجال أعمال ومستثمرين، كلنا لازمنا نحطوا في أولوياتنا الحفاظ على البيئة والاقتصاد في الطاقة. وأنا من هوني باش نحاول نعمل اللي نقدر عليه باش نوعي التوانسة بالخطر اللي يستنى فينا، ونحاول نحفزهم باش نعاونوا بلادنا أكثر ونخدموها أكثر. ربي هو حامينا وانتي المسؤول علينا، تصرف اليوم ومش غدوة، أخاطر اليوم الأمر في دينا. تصرف اليوم وكن قدوة للعالم ولينا، تصرف اليوم باش ننقذوا جيل الغدوة. شكراً.